احنا التزمنا معكم باش انه مباشرة من بعد كل دورة نعقدوا ندوة صحفية باش نسلطوا الأضواء على مواقفنا بشأن مختلف النقاط التي تدرج في جدول الأعمال تاع الدورة المعنية، وفي نفس الوقت يعني تكون عندكم فرصة انتم كصحفيين باش نطرحوها وباش نتجاوبوا معكم عليها. طبعا كيف ما لاحظتوا بأنه الخلاصات العامة هو أنه لاحظنا بأنه هذه دورة هي دليل إضافي على ارتباك الأغلبية المسيرة، على ضعف الانسجام ديالها، على ضعف الكفاءة ديال المكتب، على المشاكل المتعلقة بتوفير الوثائق والمعطيات، على الإخلال بالمقتضيات القانونية بحيث كتحال علينا نقاط يعني خارج الأجل القانونية والمعطيات ضروري توفيرها باش نقدروا نحسموا ما كتعطاش. وطبعا كانت مناسبة باش مرة أخرى المعارضة وفي مقدمتها فريق العدالة التنمية يأكد يعني الحضور ديالو، الوطنية ديالو، المساهمة الاقتراحية ديالو بما ينسجم مع يعني الثقافة ديالنا ويعني والسلوك ديالنا والنهج ديالنا المعروف. طبعا وقفنا على إشكاليات تتعلق بغياب معطيات أساسية في الموضوع ديال المطرح ديال مديونة، غياب ديال القرار بالموافقة بالتفويت، تعارض المشروع مع التخصيص التعميري اللي كاين تما، تعارض مع المخرجات تاع المخطط التوجيهي الجهوي المتعلق بالنفايات المنزليه. ما لقيناش اجوبه ورغم ذلك راهم صوتوا. لقينا بانه في المجال ديال تدبير الممتلكات للاسف الشديد كاين اصرار ديال المكتب باش ما يجيبش لنا الخلاصات تاع الدراسه اللي قام بها المجلس اللي فات وتتعلق بإحصاء وترتيب الممتلكات الجماعية، وخدام كيتكلم على ما يسمى بمخطط توجيهي لتثمين الممتلكات الجماعية، ولكن في المقابل عملية في كل دورة عرام ديال النقاط ديال التفويتات. في هذا الإطار هذا احنا كمعارضة خمسة ديال الأحزاب المعارضة حطينا واحد الطلب نهاية الأسبوع اللي فات كنطلبوا فيها باش تعقد لجنة من جهة نجيبوا شركة كازا باتريمون تعطينا الخلاصة تاع الدراسة ديال الإحصاء وترتيب الممتلكات، وفي نفس الوقت يجي المكتب ويتكلمنا على ما سماه بمخطط توجيهي لتثمين الممتلكات. التفويتات ديال ما يسمى بقايا الطرق ما كيعطيوناش ما يفيد بانها فعلا بقايا طرق. ثانيا كيكون التفويت مباشر لاحد الرسوم العقاريه بينما هناك تعدد رسوم عقاريه مجاوره. احيانا القيمه العقاريه ديال الثمن الافتتاحي باش يمكننا نبيعو احيانا كتكون عليها اكثر من علامه استفهام، لحسن الحظ انهم وافقونا على البعض منها باش نرفعوا من هذاك الثمن الافتتاحي الى اخره. فاذا الخلاصه هو انه مدينه الدار البيضاء كاين جانب اخر متعلق بالممتلكات وهو اقدام المجلس على نزع الملكيه، مزيان لكن حنا عندنا عليه تخوفات لانهم كيعتبروا بانه مجرد ما يصوت مجلس على نزع الملكيه يمكن لهم يمشيوا يتصرفوا ديك العقارات، بينما لا راه غادي يخليهم يوقعوا في حاله اعتداء مادي بالشكل اللي غادي يكلف الميزانيه دي والماليه ديال الجماعه مستقبلا مبالغ اللي هي كبيره وكبيره بزاف.